أنحاء العالم، تحية صباحية لكم وين ما كنتوا عم تتابعوا صبحيتنا المباشرة على الهواء. شو ما كانت اليوم مشاريعكم، بتأمل أن تكون مشاريع ناجحة. أكيد على عيد السيدة الكل المحضرين حالهم لحتى يكونوا بكل المناطق اللبنانية عم يحتفلوا بانتقال السيدة العذراء، وهيدا عيد يعني كتير مهم بلبنان وبكل المناطق، وعيد مهم عنا كمان، ورح يكون له حلقة خاصة بهالمناسبة بكرة، على أمل أنه العذراء تكون حامية ومباركة.